جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. التحرر والحرية بالمدفع والبندقية، التحرر والحرية بالمدفع والبندقية، التحرر والحرية بالمدفع والبندقية. مستوى أطراف سياسية اللي هي الجبهة الشعبية والحزب الجمهوري والوطن الثوري والمجتمع المدني أساس الرابط لتحرك الإنسان، جمعيات أخرى المضوية تحت المجتمع المدني السياسي، هم اليوم ينظموا ظاهرة مساندة للشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني من 48 ويقاس إلى مرين من طرف الكيان الصهيوني. اليوم مش نخرجوا مساندة للشعب هذا اللي هو قاعد تحت معناها آلة القمع الصهيونية للمجازر تنشطهم يوميا. لاحظوا احنا كشعب تونسي منذ 48 عند التوانسة مشاو معناها الفلسطين، والشعب التونسي قلبه نابض مع الشعب الفلسطيني. هذا بيخلينا اليوم ان الناس نقولوا لهم الناس هل يقطف العباد والارهاب والناس الارهابيين معناها تجار الدين. اليوم فلسطين محتله، فلسطين قاعده، القدس قاعده تكتسح قاعده قاعدين يموتوا فيها الناس كلها. اليوم بالنسبه لنا كتوانسه كمجتمع مدني بسوسه باش نخرجوا في مسيره مسانده للشعب الفلسطيني، ونطلبوا من كافه معناها المواطنين في سوسه انهم يكونوا يقظين. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو ان نلاحظوا حكومتنا كتونس، الحكومه التونسيه اليوم ما فماش موقف واضح واعلن رسميا مسانده للشعب من طرف الحكومه الموجوده والناس اللي حاكمين اليوم في البلاد. هذا موضوع لان امورنا الوطنيه ماهيش مفصوله عن امورنا القوميه. اليوم كمعناها عرب مستهدفين كل بقعة، بالتالي ندعيهم المجتمع التونسي باش يكون يقظ من طرف الإرهاب داخليا وخارجيا. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.